يتلوث الإخلاص في العمل الأمني عندما يعلم المنتسب بأنه يواجه الموت ولا يتراجع. هذا ما فعله الشهيد المفوض منير عذير سلطان من قسم مكافحة إجرام البصرة. هذا هو أحد الزملاء المفوض الراحل منير عذير، فخلال مواجهات مباشرة لملاحقة العصابات غرب البصرة استشهد وجرح اثنان من زملائه. العملية شهدت أيضا إلقاء القبض على أفراد العصابة وقتل آخر. تم إلقاء القبض على أحد عناصر المتهمين، ونتيجة لهذا العمل تم الاشتباك معهم واستشهد أحد المنتسبين وجرح الآخر، ونحن مستمرون في عملية زف البشرة لأهالي البصرة في بسط الأمن والاستقرار. أثناء الواجب تعرض لطلقات نارية واستشهد بسبب الدفاع عن الوطن الواجب. تأكيد أمني باستمرار ملاحقة المطلوبين لضبط أمن المدينة الأغنى في العالم، والتي تشهد صراعات عشائرية مسلحة واغتيالات منظمة بين فترة وأخرى، إضافة إلى انتشار عصابات الترويج والمتاجرة بالمواد المخدرة، والتي تسجل خلال ملاحقتها خسائر بصفوف القوات الأمنية كما حصل مع المفوض الشهيد. قد يكون هنا الإرهاب قليل جدا، لكن أكو أكثر من الإرهاب اللي هم هذه العصابات وخاصة عصابة المخدرات، وفي مناطق أخرى موجودة العمليات الإرهابية، واليوم في بغداد صارت عندنا عملية إرهابية، الحمد لله وجدت خسائر قليلة، لكن لا يختلفون هؤلاء المجرمين عن المجرمين اللي موجودين في المناطق اللي كانت محتلة من داعش. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.